يعقد مؤتمر بغداد النسخة الثانية في البحر الميت في قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا غدا الثلاثاء وفقا لوزير خارجية العراق فؤاد حسين. ويشارك في القمة كل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية دول أخرى بينها السعودية وإيران وتركيا. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية من الشرطة الاتحادية العراقية في محافظة كركوك وأسفر عن وقوع ضحايا وإصابات. وأكدت الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لجميع أشكال العنف والإرهاب وتضامنها المطلق مع العراق الشقيق ودعمها للجهود التي يبذلها في الحفاظ على أمنه واستقراره، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. إن أستاذ علم الاجتماع السياسي السيد بدر الماضي. سيد بدر، أهلا وسهلا بك. إذا ماذا يحمل هذا المؤتمر في طياته من خطط في مصلحة العراق الشقيق؟ يعني كما تعلمين سيدتي، العراق هو بحاجة إلى دعم إقليمي ودعم دولي. العراق تقريبا تم الاستفراد به من جهة إقليمية واحدة، تحاول مناطق الإقليم والمناطق المجاورة أن يتم حقيقة المشاركة لهذه القوة الإقليمية بحيث يعود العراق إلى وضعه الطبيعي وإلى مكانته الطبيعية بين أقرانه في العالم العربي، وأن يعود الشعب العربي العراقي شعب حيوي، شعب قادر على المشاركة في صنع التنمية بنفسه، وأن يكون شريكا أساسيا في التنمية والسلام في المنطقة، لأن يكون مصدرا من مصادر التهديد حقيقة لاستقرار المنطقة هنا في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك من هنا يأتي حقيقة هذا المؤتمر من أجل إعادة العراق على السكة التي يجب أن يكون الدولة العراقية والقطر العراقي يكون عليها، والأردن تتصدى لمثل هذه القضايا التنموية الإيجابية التي تجعل من الدول المحيطة والدول في الإقليم لتكون مصدر الاستقرار لا أن تكون مصدرا لعدم الاستقرار. نعم، ما هو مستوى المشاركة الذي نتحدث عنه اليوم في هذا المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم لإثبات هذه الخطط وكذلك لإفادة هذه القطاعات، واليوم أمام هذا الرسم وهذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أن هناك دعم كبير جدا من المجتمع الدولي، يتمثل تقريبا تحديدا بفرنسا. فرنسا لا تنطق عن لسانها لوحدها فقط، ولكنها حقيقة تمثل الاتحاد الأوروبي، ومن خلف الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه سيكون هناك دعم تنموي كبير جدا لمحاولة استخدام المال حتى في العراق نفسه لإحقاق تنمية حقيقية، تشعر المواطن العراقي أن هناك مظلة للدولة العراقية الحقيقية، وهذه المظلة يجب أيضا أن تكون تشاركية مع الدول المجاورة، لأن التنمية الحقيقية في العراق ستنعكس إيجابيا على الأردن أيضا وعلى الدول المجاورة الأخرى. فلذلك الأردن لديه خبرات كبيرة جدا في المجال التنموي، يمكن للأخوة والأشقاء في العراق الاستفادة منها، كما هو الحال في الدول الإقليمية الأخرى التي يمكن أن تنعكس إيجابيا حقيقة على ما يتطلع إليه الشعب العراقي. أنا أعتقد أنه ستكون هناك أموال ستدفع بهذا الخصوص وستدفع بهذا الاتجاه من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة بشكل عام. هذه القمة تعقد في ظل ظهور عمليات إرهابية في العراق، فهذا من شأنه أيضا أن يرسل رسالة لربما توحيد الدعم وكذلك استمرار المكافحة فيما يتعلق بهذه العمليات الإرهابية والخطط الإرهابية المستمرة.
يعني بالتأكيد هذه قضية مهمة جدا، والآن تقريبا كل مدارس العلوم السياسية والاقتصادية تقول أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون بالتنمية. البعد الأمني لوحده لا يكفي، ولكن يجب أن يكون منهج شامل صراحة في تحقيق التنمية الحقيقية التي تفتح مزيد من فرص العمل للشباب، وأن تبعد الشباب عن صراحة أن يكونوا أهدافا لمثل المنظمات الإرهابية التي تسعى دائما لاستهداف هؤلاء الشباب ولتجنيدهم. العراق ما زال يعاني من عدم تحقيق تنمية حقيقية. العراق ما زال للأسف يعاني من فساد كبير جدا في بناء الدولة، والعراق ما زال يعاني من تشظي المؤسسة العسكرية لمؤسسة وطنية عراقية يعني حركات ميليشيوية أخرى تابعة لدول خارج العراق. فلذلك لابد من توحيد الجهود والمؤسسات داخل الدولة العراقية من أجل قطع الطريق على المنظمات الإرهابية أن تبقى حية لتقريبا ضرب العراق وضرب استقرار العراق. شكرا جزيلا لك سيد بدر الماضي، أستاذ علم الاجتماع السياسي.